فثبت إن هذه الجملة لا ينبغي لي أن أذهب إلا وأنت خليفتي، هذا مكذوب على رسول صلى الله عليه وسلم، هذا مكذوب مفترات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاله من؟ قاله أنا؟ لا، قاله من؟ الذي سميتموه شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني بالنون، في بعض الروايات غير النون، نمزح معك.